وصلناكم فصل الثامن. يلا عرف ما يأتي. الكبريتات هي الأملاح الناتجة من تفاعل الفلزات أو أكاسيدها أو هيدروكسيداتها أو كربوناتها مع حامض الكبريتيد، حيث تتكون أملاح الكبريتات. الكبريتات عرف طريقة الفراش ومهمة جدا، هي عملية استخراج الكبريت أو يقلك على شكل فراغ مهمة من خلال صهره وهو في باطن الأرض باستخدام معدات خاصة مكونة من 3 أنابيب داخل بعضها البعض متمحورة مركزيا. علل: يجمع غاز SO2 بإزاحة الهواء للأعلى. ليش؟ لأنه أثقل من الهواء. 2 و3 نفس الجواب. يستعمل حامض الكبريتيك في تجفيف المواد لا سيما الغازية الغازات التي لا تتفاعل معه. استعمال حامض الكبريتيك في عملية تجفيف المواد الغازية بسبب ميله الشديد للاتحاد مع الماء. سؤال 4: يستعمل حامض الكبريتيك في تحضير الحوامض الأخرى مثل حامض الهيدروكلوريك بسبب درجة غليانه العالية. 5: يجب أخذ الحيطة والحذر عند تخفيف حامض الكبريتيك. ليش؟ لأن عند إذابته في الماء يولد حرارة شني عالية. ما هي الصفات العامة لعناصر الزمرة؟ 6: تزداد الخواص الفلزية بازدياد الأعداد لذرة لها، حيث يعدل الأكسجين والكبريت من اللافلزات، بينما يمتلك كل من السيلينيوم والتيليوريوم صفات أشباه الفلزات، أما البولونيوم فله صفات فلزية تامة. عناصر الزمرة، طبعا 2 صفاتها، عناصر الزمرة 6 تمتلك 6 إلكترونات في الغلاف الخارجي. سؤال 4: يسلك أو يعتبر حامض الكبريتيك عامل مجفف. ليش؟ نفس شيء تذاجان الفوق. يمتلك حامض الكبريتيك ميلا شديدا لانتزاع الماء من المركبات العضوية. هاي هي. عندنا هنا السؤال يقول: عدد أهم الخواص الفيزيائية للكبريت. مادة صلبة في درجة الحرارة الاعتيادية ذات لون أصفر، عديم الطعم وذو رائحة مميزة، لا يذوب في الماء ولكنه يذوب في ثنايا كبريتيد الكربون، غير موصل للتيار الكهربائي. استعمالات هاي ترك. وصلنا لكم فقرة املأ الفراغات الآتية بما يناسبها. يستعمل حامض الكبريتيك في تحضير الحوامض الأخرى مثل حامض النتريك والهيدروكلوريك بسبب شني درجة غليانه العالية. تستعمل كبريتات المغنيسيوم المائية في صناعة الأنسجة القطنية، دير بالك عليها. يوجد عنصر الكبريت في الطبيعة بصورة حرة ومركبات. غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة كرائحة البيض الفاسد هو كبريتيد الهيدروجين. اختر الإجابة ما بين الأقواس. يوجد عنصر الكبريت في الطبيعة بصورة حرة مركبات. حرة ومركبات. يستعمل حامض الكبريتيك في تجفيف المواد بسبب ميله الشديد للاتحاد بالماء. من بين الجزيئات الآتية، جزيء 1 يحتوي 8 ذرات هو الكربون اليود الكبريت، فقط الكبريت، دير بالك عليه. من بين الجزيئات الصلبة الآتية في الحالة الحرة، جزيء 1 يحتوي 8 ذرات هو أيضا الكبريت. ضع كلمة صح. يستعمل حامض الكبريتيك في صناعة البطاريات لأن محاليلها لها قابلية على نقل التيار الكهربائي. صح أم خطأ؟ صح. 2: من أهم استخدامات الكبريت هو استخدامه بكميات كبيرة في تحضير حامض الكبريتيك. صح لو خطأ؟ صح. من أمثلة الكبريت غير البلوري الكبريت المطاط. صح لو خطأ؟ صح. طبعا خليت هاي الطريقة، طريقة الفراش، خليتها بالأخير على مود تفتهمها طلابنا، راح أشرح لكم إياها هسه. يقول: اشرح اختصار طريقة استخراج الكبريت صناعيا بطريقة الفراش. طبعا هاي الطريقة تشوفها قدامك، تريد تفتهمها هيجي. عندنا 3 أنابيب، أوكي، 3 أنابيب. سمي الأنبوب أي يعني ألف باء جيم. ألف إيش ندفع به؟ بخار ماء مضغوط ومسخن إلى درجة 170 سيليزية، أوكي. وينه؟ هذا الخارجي، شوفه، هذا الأنبوب ألف الخارجي، ندفع به هواء ماء مضغوط ومسخن بدرجة 170 درجة. إيش راح يسوي هذا؟ يؤدي إلى انصهار الكبريت وهو داخل الأرض. خاف يقول لك ليش نضغط به؟ قل له يؤدي إلى انصهار الكبريت وهو داخل الأرض. مهم جدا هذا. باء يعني الأنبوب الداخلية، باء
الباء هذا شوفه بالنص يعني آخر شيء هو هذا يدفع الهواء المضغوط لرفع الكبريت المنصهر المن إلى الأعلى. خاف يقول لك يدفع الهواء المضغوط في الأنبوب الداخلية شنو السبب؟ تقول لرفع الكبريت المنصهر المن إلى الأعلى. وضحت؟ وضحت. الأنبوب جيم هذا اللي يعني شوف ألف محاط بجيم باء بداخل جيم واضح؟ واضح. الأنبوب الوسطى وهو جيم يعني شوف شلون بالنص صاير شلون هسه اثنينات المحاطات ياهو انه محاطات جيم باء صاير بن يعني بطن جيم وخارج جيم ألف أوكي؟ الأنبوب الوسطى شنو ايش فيها هاي لخروج الكبريت المنصهر ويكون مختلطا مع فقاعات الهواء الى سطح الارض. هاي انتهت انتهت هاي الطريقة كلها اوكي استاذ. وهاي شنو اربعة اسمع اربعة شي يقول عند السطح يصب الكبريت المنصهر في احواض كبيرة ليش لكي يبرد ويتصلب لان هو طالع من حرارة زين. خمسة الكبريت المنتج بطريقة فراش ذو نقاوة تتراوح بين 99.5 إلى 99.9%. دير بالك على هذا الرقم يعني ايش فيه يعني درجة نقاوته عالية جدا اللي الكبريت اللي يستخرج بطريقة فراش اوكي طريقة فراش لها يعني ثلاث انابيب راح اعيد شرحها مهمة. الالف هذا الخارجي يدفع بيه شوفها بس انت انظر له بخار ساخن شوفه ليش على مود يصهر الكبريت بداخل شنو الارض افتهم هيج. باء اللي هو اللي داخل جيم يعني اللي بطنه زين هذا شبيه يدفع هواء مضغوط من خلال الرسم هذا الرسم قدامك شوفه هواء شبيه مضغوط لرفع شو يسوي هذا لرفع الكبريت المنصهر الى الاعلى. منين الرفعه طبعا راح نرفعه من الانبوب الوسطى هذا الانبوب الوسطى تمام ويكون مختلطا مع فقاعات الهواء الى سطح الارض مو ذات اهميه. عند سطح الارض شبيه يصب الكبريت المنصهر فيه احواض كبيره ليش لكي يبرد ويتصلب واضح واضح. خمسه الكبريت المنتج بطريقه فراش ذو نقاوه تتراوح ما بين 99.5 الى 99.9% يعني درجه ايش فيه درجه نقاوته عاليه جدا اوكي دير بالك عليها خاف تجيك.